مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل نجدد لكم التحيه، وها هي انطلاقه جديده من انطلاقات التحدي من انطلاقات الاثاره. شكرا سعيد بن السيل بالدلاوي، شكرا براشد على هذه الشارة الجميلة الذي قدمت لي أيضا أبناء القبائل لسن الفطامين في هذا اليوم المميز الجميل. نتابع معكم مجريات شوطنا الثالث الخاص هنا، هذا الشوط أيضا الفطامين لبكار نصيركم في الانطلاق والتحدي. العفريت على الصدارة وعلى المركز الأول، سلطان بن سعيد بن راشد الخاطري من تأتي على الصدارة، وعلى المقدمة المركز الثاني صوغة سيف بن مرهون بن علي المعمري، والقادمة هنا في هذه اللحظات صدمة ناصر بن سيف بن عبد الله بن عفرة المطيوعي من تأتينا على المركز الثالث، وتنتزع المركز الثاني. هناك الوصول أيضا من سرابة حميد بن خلفان بن سلطان، حميد بن خليفة بن سلطان المنصوري، وهناك غيل حمد بن شطيف بن عبد الله الهاشمي من تأتي بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود هنا إلى المقدمة وإلى المركز الأول. لحظة على الصدارة، لحظة على المقدمة على المركز الأول. سلطان بن يعقوب السعيدي من يأتينا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، مع لحظة هنا بهذا الانطلاق لسلطان بن يعقوب السعيدي من هذا الانطلاق. هناك سرابة حمد بن خليفة بن سلطان المنصوري، السلوم الله، التحدي 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 الله بين لحظة وبين سرابة، سرابة ولحظة، لحظة وسرابة، السلوم الله، ما في لحظة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، سرابة ولحظة، ولكن لحظة هي صاحبة الفوز، صاحبة الناموس. تهانينا للسيد سلطان بن يعقوب السعيدي. بينما المركز الثالث سرابة حمد بن خليفة سلطان المنصوري، المركز الثالث وصلت هنا أيضا حسينية ناصر بن عبد الله الهاشمي، وهناك صدمة لناصر بن سليم بن عبد الله المنصوري، ووصلت خامسا الشاهينية غانم أيضا بن عمر بن حمود الحرسوسي. ها هي النتيجة والتوقيت الزمني للحظة، دقيقتين وثلاثة عشر ثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل لك يا سلطان، يا بن يعقوب، يا أيضا السعيد.